البوز. هو ما نجمش نحكي على البوز من غير ما نحكيه على أكثر وثيقة شفناها نهارين ذوم على موقع التواصل الاجتماعي، أغلبكم عرفتوها أكيد، تحكي على أسعار حلاقة الرجال في المناطق الشعبية وإلا دوبل إذا كان نقرأ مليح حسب الوثيقة. إذا كان ما شفتهاش وإذا كان تو ماكش تبع فينا لايف على الفيسبوك، نقاو حلاقة اللحية وقص الشعر ب10,000، قص الشعر الصغيرات ب3,000، البروشينغ ب10,000، وهكذا. الوثيقة ذي دارت برشا على الفيسبوك، حكينا عليها البارح في الرفماج على أساس هي الأسعار الجديدة لحلاقة الرجال، وكم كوفة ما زيادة في الأسعار، وهذا اللي باش تستناو. احنا معنا رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا، هو اللي مصحح في الورقة المتداولة يوضح لنا حقيقتها. معنا سي عمر الورغي في صباحنا في وقاية بوس. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا سيدي. صباح الخير اختي، صباح الخير للمستمعين ديوان اف ام. نهارك زين يا سيدي، ان شاء الله نهاركم مبارك سعيد على تونس الكل ان شاء الله. يفضلك يفضلك، مرحبا بك معنا. الورقه هذه هل تدور على موقع التواصل الاجتماعي؟ اول حاجه ساعه، هل هي صحيحه ولا مفبرك؟ باه، قبل ما نجيبك اختي باش نقدم تحيه للسيد محمد الفاضل باكوش رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بولايه ريانا، كما نقدم تحيه لجميع رؤساء الغرف الجهويه 24 ولايه من تونس. كما نقدم تحيه لرئيس الغرفه الوطنيه للحلاقه. جاوبني على سؤالي. نصبحوا عليهم الكل يا سيدي. جاوبنا جاوبنا. نجاوبك على الوثيقة هذه صحيحة ولكن فيها مغالطة، يلزمنا نفسر المغالطة ونوضحها. باه، الوثيقة صحيحة ولكن فيها مغالطة. نسمعك. باه، بالنسبة للوثيقة خرجت عندها أكثر من عامين طويكة. باه، قديم. وما خرجتش، هي كي نقول خرجت معناها أنا خرجتها وهبطتها على الفيسبوك. لا، ما هبطتش على الفيسبوك وما خرجتش. كيفاش الحكاية؟ عملنا جلسة احنا في الغرفة نتاعنا، فهمني، والاعضاء نتاع الغرفة بعض الاعضاء اقترحوا لكونوا كثرة الحوانت في منطقة واحدة، في حومة شعبية واحدة، معناها تلقي حومة فيها 20 حجة، فهمني. باه، كي وقع الاكتظاظ هذايا قالوا احنا طويكة ولينا نكسروا في بعضنا ونطيحوا في السوم، وباش نقرضوا هالصنعة ذي والمهنة ذي وما يليقش بينا. شنو الحل؟ قال لك احنا في الحومه نتاعنا كل واحد في حومته ويشوف اصحابه مثلا الحجامه يتفاهموا على طريفه معينه، معناها هي الطريفه راي معناها حددها القانون حريه الاسعار، كل واحد عنده الحق باش يعلق الطريفه على حسابه هو، يعلقها في الحانون، هي فرض معناها فرض قانوني تتعلق تشمل الناس الكل، معناها تشمل الناس الكل تتعلق. لا، التعريفة هي فرض قانوني تتعلق في الأحوال الكل، أما الأسعار متاحة يحددها صاحب القاعة، خاصة بصاحب القاعة فقط، ما تتعممش على الناس الكل. باهي، أوكي، هذه اللي خرجت في 2020، هي خرجت ولا ما خرجتش، ولا علاش رجعت تو، ولا ما فهمتش، ولا هي اوفيسيال صارت ما صارتش؟ وسعي بالك معايا شوية ونفسر لك بالتدقيق بالضبط بالضبط. قلت لك احنا عملنا اجتماع واقترحوا بعض اللي ساكنين بحذا بعضهم، اللي حالين بحذا بعضهم احوانة الحجامة، باش يولوا يتفقوا على تسعيرة معينة. قالوا احنا نولوا نضربوا على الكفاءة المهنية، شكون عنده كفاءة مهنية اكثر يجبد لك اليوم بالكفاءة نتاعه، مش بالسوق، مش بتطيح السوق. فهمتي تو شنو هو القصد؟ معناها هو الحجام راهو صاحب الناس الكل، هو حبيب الناس الكل، والحومة اللي ما فيهاش حجام ما تسماش حومة. اي انا ما زلت نتبع فيك راني بشويه وين قلت لي اللي هي صارت الجلسه وانتم اقترحتوا هذه الوثيقه، هل هي خرجت فعليا فيما بعد ولا قعدت هكاك؟ هذا اقتراح وبر. ما خرجتش ولكن تسربت في الايام هذيا، في الايام هذيا ماني انا نتبع فيك، قلت لي 2020 انت عامين التالي هكا ولا اي عامين التالي، علاش تسربت اليوم؟ ولكن اليوم تهبط لي اغراض سياسيه. سياسيه جمله. لا، هي دخلت فيها أغراض سياسية. علاش؟ عليها وقول لك عليها، خاطر الزيادات الكل صارت، الزيادات الكل حطوا الحجام في غمار هالخضم هذايا نتاع العركة السياسية اللي موجودة تويكا في تونس، فهمتني؟ والأحزاب وكذا دخلوها في العجة، أما هو الأسوام راهي عادية. استنى استنى، ما دخلنيش في متاهات أخرى. إذا كان هي خرجت في 2020، استناني خلينا نتفاعل معك، خرجت في 2020، فعليا طبقت ولا ليه؟ ما طبقتش.
ليه هي مطبقة حتى من قبل 2020 عادية، أسوان عادية، راهو الترند فيها هذيا، أسوان عادية. معناها أنت تصوري أنت مادام خاصة في طويكة هالغلاء المعيشة والحجم ما عادش لاقي روحه، تسمى أسوان أقل من عادية زادة. فهمني؟ والحجم عمره ما يجيه واحد، سامحني، الحجم راهو مش فارماسي باش يجيه واحد يقول له ليه نقص 100 فرنك ولا دينار من حجم لك. الحجم كي يقول له حجم بلاش يحجم له، والحجم كي يقعد بعد ما يحجم يخلص، مش قبل ما يحجم يخلص. شوفوا قداش كرم الحجام، معناها الحجام راهو ولد الناس الكل وحبيب الناس الكل. وما يغضب حد به، ماهيش حمله، ما توقعش لها درجة حمله ممنهجه ضد الحجام بصفه عامه، ما تحب ولا تكره زاد الناس معناها بصراحه ما عجبتهمش الامور. وشفنا نوع من السخريه، شفنا حمله على مواقع التواصل الاجتماعي في خصوص هذه، حمله ساخره جدل. انت شو تجاوب معنا؟ نجاوب اختي على حكايه السخريه هذه، او باش نفهمك حاجه. بالنسبه للحجام مسكين ياسر، راهو لطيف وياسر يحشم وياسر متربي. الحجام ياسر عنده قيم اخلاقيه كبيره ياسر، معناه حشام برشا. كي يجي لك اليوم شي خبز، ما فهمتش معناه الحجامين بصفه عامه ولا على شكون تحكي لي معناه؟ الكل باسم القطاع، الكل باسم الحجام، الكل. نحكي باسم الحجام الكل، خاطر انا صاحب قطاع، انا انسان فهمتي، صاحب القطاع منهم واليهم. الحجام راهو حشام برشا. كي يجي لك اليوم اش يحب لك اليوم طويكة، رغم اللي هو اخونا وبونا وعمنا وكل شيء، اش يحب يقوم يعطيه اللي كتب من ربي في يده ويخش. باهي، معناه الحجام ما ينجمش يتكلم باش يلقى يعطيها 2000 فرنك ودينار و12 مية، راهو ما يتكلمش، يرضاها في نفسه ويسكت. طويكة احنا علاش هذيا، علاش وصلت الحكاية هذيا؟ وصلت اللي الحجام ما يعلقش الطريفة نتاعو في الحانوت اللي فرضها القانون. ما ثم حتى حجام مع القليل البعض، نادرا ما تلقى حجام معلق الطريفة نتاعو في الحانوت، الكلهم يخدموا بدون طريفة، ما يحطوش طريفة. هذاك علاش وصلنا للدرجة هذية؟ تويك لك اليوم من الاخر، من الاخر هل ارقام ولا متقلق؟ سامحني، لك اليوم ولا متقلق تحط له حريفة قدام وجهه اللي هي اللحية راهي يا ولدي راهي 3000، اذا كان باش تعطيني 1200 دينار. ما نقبلش اقل من 3000، معناها توا الاسعار هذيا شكون اللي طبق فيها؟ حلاقه اللحيه 3000، حصر تهذيب اللحيه 4000، قص شعر الاطفال 3000، قص شعر عادي بدون شامبو 7000. ممنوع عليك الغاز دوفي تستعملوا الغاز دوفي من قالت المنزليه، ممنوع استعمال المنزل، لازم تدخلها باستعمال كوميرس، باستعمال عمل، معناها كل شيء مثقل عليه تي في، وكل شيء مثقل عليه. فهمتك، انا تو نسال فيك، انا نسال فيك، اذا كان هذه اسعار 2020 وقت اللي هذه قلت لنا خرجت في 2020، تو 2022 المعمول به بالضبط، من عاش حلاقه اللحيه وقص الشعر قديش مكتوبه 10000؟ حتى زياده، ما فماش زياده. ما فماش حتى زياده، العمليه نحن ما نحكموش راهو في زياده، نحن ما عندناش حق باش نقولوا راهو نزيدوا ولا نهبطوا. كل حجام يقدر امكانياته ويقدر مهارته المهنيه ويقدر الكليون تاعو ويطلب حقه من حقه. اما شنو يكتب الطريفه في الحانوت، يقدرها ويكتبها باللاستيل وبورقه باي حاجه ويحطها في الحانوت، هذا المطلوب. المطلوب هو يقدر مهنته ويقدر الخدمات نتاعو ويقيدها في ورقه ويحطها في الحانوت، باش الكليون كي يدخل يراها الخدمات قداش، باش ما يعطيش اللي كتب من ربي. تصوري انت ولا باكو الدخان اغلى من حجامه؟ باكو الدخان ولا اغلى من حجامه؟ تصوري، معناها مش معقول هذا الحجام باش يبقى هكا مهين. وانا نكره، انا واحد من الناس، انا ضد كل حجام سياسي، كل حجام يمد يقول له اعطي اللي جاب ربي، راهو ما يجيش. يا حجام راهو بقدرك، ارفع راسك لفوق، راك بقدرك، راك بقيمتك، راك تحجم للرئيس والمرؤوس. معناها اذا كان نفهم مليح هذوما الارقام، بما انك انت مسؤول على اريانا، نقاوم في اريانا ولا اكثر؟ ولا خاطر عاقلا نحب حاجه، نحب معلومه، هل الارقام هذيا فعليا في اريانا موجود؟ الارقام هذيا البعض منها راهي قلت لك في بعض الاحياء الشعبيه في اريانا، ما عممناهاش على اريانا الكل، قلت لك مسروقه الورقه دي، مسروقه وهابطه على الفيسبوك، مسروقه، قلت لك اغتنموها فرصه في الايام هذيا وهبطوها لمواقع التواصل الاجتماعي. فهمتك، راهي احنا ما هبطناهاش، احنا ما ساهمناهاش فيها.
ما ما ساهمتوش ساهمناش. فيها وهي اللي يا تسربت، حمد وهي اي هذا هو اللي تسربت. وكلمة أخيرة ليك، نذكر معنا سي عمر الورغي حاضر معنا، رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا. آخر كلمة وعضو تفضل، المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية. تفضل يا سيدي، آخر كلمة ليك، شنو تحب تقول؟ آخر كلمة ليك نقول يا أيها الحريف الكريم، راعي ظروف الحلاق البسيط، خاصة أكا. في المناطق الشعبية اللي معناها ظروفهم يعلم بها واضح كان ربي. واضح واضح، بالنسبة للحجام نقول له يا حلاق ارفع راسك وعلي من قيمتك، راه قيمتك كبيرة ياسر وغالية ياسر، شكرا ما لك، تنسيش، ما تمدش يدك من اللوطة، ما شكرا تمدش لك، يدك تاسي في حق الحجام. بارك يفضلك. الله فيك، ديوان نهارك فئام. زين، شكرا، نهارك زين سي عايش عمر. ان شاء هاكا الله معاك. تقول والاسعار هذه وشويه مع هذا، تقول وشويه وما يزازيش وما يكفيش وشهروهم وشويه. وصحيح كلامك، راهو مش في المناطق الكل، في الاحياء الكل نلقاو الاسعار هذه. لا اتخيل بالنسبه للوثيقه اللي تقول انت سربت ومن 2020، ماهيش من توا.